أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية ينضم إلي من لبنان. أحمد، أولا أجدد الترحيب بك، ما هي آخر التطورات السياسية والميدانية لديك؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل التطورات الميدانية، هناك تطورات ميدانية كبيرة، وللتوضيح أكثر عن هذا الأمر، فما تم استهدافه هو منزل يقع على الطريق الواصل ما بين بلدة جناتة وبين بلدة تسمى دير قانون النهر. هذه البلدة، سواء جناتة أو دير قانون النهر، يقعان أو البلدتان تقعان في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، في إطار أو في نطاق قضاء صور في القطاع الغربي للجنوب اللبناني. المسيرات الإسرائيلية استهدفت هذا المبنى بصاروخ، ثم بعد ذلك هناك أنباء عن صاروخ آخر استهدف هذا المبنى المكون من 3 طوابق. والمعلومات التي حصلنا عليها أن هذا المنزل مملوك لأحد المواطنين من بلدة جناتة، ولكن تم تأجيره لحزب الله قبل فترة. المعلومات الأولية تفيد بربما أن هناك أكثر من 20 مصابا جراء هذه الغارة، وهناك شهيدة واحدة على الأقل حتى الآن. ربما هناك أنباء وردت قبل لحظات قبل هذه المداخلة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 2 وليس شهيدة واحدة، ولكن المعلومات المؤكدة أنه هناك شهداء وهناك عدد من المصابين حالتهم خطرة. ولكن أيضا من المعلومات التي حصلنا عليها أن ربما من المصابين أو من الضحايا في هذه الغارة قيادي رفيع المستوى في حزب الله، ربما يكون الشخصية الثانية في حزب الله وفقا لما هو متداول، ولكن يجري التأكيد حاليا من هذه المعلومات، وخصوصا أن الشخصية المستهدفة أو الشخصية التي تم الحديث عن استهدافها في هذه العملية هو مسقط رأسه، وهي بلدة دير قانون النهر. فبالتالي كل المؤشرات أو هذه المؤشرات تشير إلى أنه ربما يكون هو المستهدف، وهو ربما رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، وفقا للمعلومات الأولية أو وفقا لما تردد خلال الفترة الأخيرة. وهذه المعلومات يجري التحقق منها في الوقت الراهن، لأنه لا توجد أي جهة رسمية لبنانية أعلنت عن هذا الأمر، ولم يعلق حزب الله على هذه الحادثة حتى الآن رغم مرور أكثر من 2 على وقوعها. فبالتالي ربما هذا الأمر يثير أيضا مجموعة من الشكوك، وربما يثير أيضا مجموعة ويفتح الباب أمام مجموعة من الأخبار المتداولة والمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر أيضا مجموعات التواصل بين سكان البلدات الجنوبية. لا تزال حتى الآن جهود الإغاثة قائمة من أجل البحث عن مصابين أسفل أنقاض المبنى المنهار جراء الغارات الجوية الإسرائيلية. لا تزال أيضا المسيرات الإسرائيلية تحلق بشكل كثيف في أجواء الجنوب اللبناني وفي محيط بلدة جناتة وفي أيضا محيط بلدة دير قانون النهر في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، وتحديدا في نطاق قضاء صور. فكل هذه الأمور ربما تثير مزيد من القلق وتفتح الباب أمام ربما مزيد من الاستهدافات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة المقبلة. نعم أحمد، كنت قد ذكرت أن المبنى الذي تم استهدافه هو مبنى مملوك للبناني مدني ولكنه مستأجر لحزب الله. إذن هل لديك معلومات عن جرحى أو الشهيدة التي سقطت، هل هم من المواطنين اللبنانيين أم أنهم أعضاء في حزب الله؟ المؤكد حتى الآن أن الشهيدة التي سقطت هي من بين صفوف جمعية الرسالة، وهي جمعية إغاثية محسوبة أيضا أو مقربة من حزب الله في الجنوب اللبناني. وربما هذه الجمعية إغاثية ولكنها محسوبة أو قريبة من الحزب في الجنوب اللبناني. لا، حتى الآن لا توجد معلومات كاملة عن هويات أيضا المصابين جراء هذه العملية، ولكن ما يبدو أن هذه العملية هي أكبر عملية تنفذ في الجنوب اللبناني منذ بداية التوترات في 8 أكتوبر الماضي، لكونها أكبر عدد من المصابين جراء غارة واحدة منذ بداية التوترات، وتحديدا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني. نعم. على مدار الأيام القليلة الماضية كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بلدات في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، ربما كان أكبر هذه الغارات قبل عملية الساعات الماضية،
هي الغارة التي استهدفت بلدة جوية في القطاع الغربي وتحديدا أيضا في قضاء صور، والتي أدت إلى سقوط شخصية قيادية أو قيادي بارز، قيادي ميداني بارز في حزب الله والملقب بأبو طالب في يوم الثلاثاء الماضي. وبعد هذه العملية جاءت عملية جناتة قبل قليل، لربما تكون هي أو تحتل هي المرتبة الأولى من حيث العمليات الأكثر دموية والأكثر من حيث عدد المصابين والضحايا في هذه المنطقة. في جوية كان الهدف أيضا هو مجموعة تابعة لحزب الله، وفي أيضا في جناتة قبل قليل هو الهدف أيضا هو مجموعة أو ربما مبنى وردت أو تداولت الأنباء أنه مؤجر لمجموعة من حزب الله، وبالتالي فإن عدد من الضحايا هم أيضا أعضاء في حزب الله.